في أجواء احتفالية بمشاركة أصدقاء الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، رفع الستار عن الاسم الجديد للشارع المقابل لمبنى سفارة السعودية بالعاصمة واشنطن بعد قرار مجلس المدينة وعمدتها إعادة تسميته باسم جمال خاشقجي تكريما لمساره المهني وتخليدا لتضحياته. الطريق أمام مبنى السفارة تحديدا لن يكون بإمكان أي إنسان يأتي إلى عاصمة بلادنا أو إلى مبنى السفارة عدم رؤية اسم خاشقجي، وهذا تكريم لكل ما قدمه هذا الرجل لبلده ولأصدقائه هنا في واشنطن. بحضور عدد من أفراد عائلة خاشقجي وأصدقائه وممثلين لمجلس مدينة واشنطن وأعضاء من الكونغرس في احتفالية رمزية، جدد الجميع التأكيد على أهمية هذه اللحظة بالنسبة لسكان واشنطن ومسؤوليها وزوارها كذلك. أنا سعيدة جداً اليوم بافتتاح طريق جمال خاشقجي من أمام السفارة السعودية، وهذه رسالة لكل أحرار العالم بأن طريق الحق لا يمكن له أن يتوقف ولا يمكن له أن يموت. خطوة تجديد التسمية للشارع المقابل للسفارة السعودية حملت الكثير من المعاني للسعوديين الأمريكيين عامة وبصورة خاصة أولئك الذين ارتبطوا بعلاقة شخصية وإنسانية بالراحل خاشقجي خلال فترة حياته بواشنطن. سعيد للأمل، لكننا أيضا نعرف بأنه لدينا هنا فرص مهمة للتأثير والحضور والضغط، وسنستخدم كل ما بأيدينا وصلاحياتنا لأجل الوصول لحلول حقيقية. المشاركون في المناسبة أعربوا عن تطلعهم إلى أن تكون قضية مقتل خاشقجي واحدة من القضايا التي يحملها الرئيس جو بايدن خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض. هذه الخطوة على رمزيتها يعتقد كثير من مشرعي مدينة واشنطن أنها سوف تبقي اسم جمال خالدا في هذه المدينة التي عاش فيها لوقت ليس بالقصير. في جانب آخر، هذا تأكيد على أن المطالبة بالعدالة في قضية جمال سوف تظل قائمة بالنسبة لأفراد عائلته وأصدقائه وكثير من النشطاء هنا في واشنطن. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.